الكيسة العضارية في الكبد هي عضوا طفيلية تسببها الديدان الشريطية من جنس المشوكة. عادة هذا المرض يصيبهم الذين يربون الأنعام أو يتعاملون مع الأنعام مثلا أثناء الزراعة. بعض الديدان الشريطية تنتقل إلى الإنسان من ملامس تبراز الكلاب المصابة، حيث تحتوي براضهم على بيز الدودة الشريطية. تلتصق بيز الديدان الشريطية بالذيل أو الشعر حول شرج الكلاب، وينتقل هذا البيز إلى اليدين برفعها أو لمسها، ويصل هذا البيض إلى الفم ويدخل داخل الجسم عن طريق الأكل أو شرب الماء أو بمجرد لمس الفم. في البداية لا يشعر المريض بهذا الأمر. في غضون الأصابع في هذا المرض تشكل أكياس صغيرة داخل الكبد، وفي معظم الحالات هذه الأكياس الصغيرة تندمج وتكبر وتزخم. ما هي الأعراض السلبية للكيس العذاري؟ قد تظهر الأعراض بعد فترة طويلة من إصابة الكيس العذارية، وأحيانا بعد شهور أو سنوات، وأحيانا لا توجد أعراض على الإطلاق. ومن أعراضها ألم في جزء العلوي من البطن، والحمى والحرارة واضطرابات المعدة والإسهال وفقدان الوزن غير واضح، انتفاخ في المعدة، نقص الدم، ضعف والتعب، سعال. ويمكن أن يسبب الأكياس الممزق دما أو سعالا سائلا. يرقان، زيادة ضغط الأكياس يمكن أن يسبب اليرقان أيضا. وما هي العلامات التي تدل على الأكياس العذارية؟ إن الطبيب الخاص بك يجري بعض الفحوصات حتى يشخص هذا المرض، مثلا الفحص البدني، الأشعة السينية، إكسري، سونار، والمفراس، والرنين المغناطيسي، وفحص الدم والبول والبلغم أو الخروج أو السوائل جسم الأخرى في حالة الاشتباه في انفجار كيس عذاري، اختبارات الدم للجسم المزاد للأكياس. وما هو العلاج للكيس العذاري؟ الجراحة هي العلاج الأساسي لمرض الكيسة العذارية في الكبد، ويمكن أن تؤدي الجراحة إلى تمزق الكيس العذاري وانتشار الدودة الشريطية في جميع أنحاء الجسم للمريض. لتقليل هذا الخطر قد يصف الطبيب جرعات أعلى من دواء بندازول مع الجراحة. يساعد هذا الدواء على إزالة رؤوس الدودة الشريطية متبقية، ومع ذلك هناك خطر عودة المرض في المستقبل. واحد من كل 3 أشخاص مصابين بهذا المرض يعالجون مرض كيسة عذارية في الكبد يصاب بالمرض مرة أخرى ويحتاج إلى العلاج في المستقبل. قد جاء واحد من المريض من العراق مصاب بهذا المرض، أجرى عملية جراحية في العراق ولكن ما نجح، وسافر إلى الأردن وأجرى العملية هناك 3 مرات ولكن ما استفاد بها، وبعد ذلك جاء إلى الهند وأجرينا له تصوير البنكرياس والأقنية الصفراوية بالتنظير الباطني بالطريق الراجع ERCP Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography ERCP لإزالة السائل المستمر من جهاز القنوات الصفراوية، والحمد لله حين هو كل الزين. إذا عندك أي سؤال حول الكيس العذاري أو مشكلة الكبد أو القنوات الصفراوية فاتصل بنا، فأرجوك أن تصب الإعجاب والاشتراك واللايكات لقناتي حتى تصل المعلومات الطبية الصحيحة إليكم. مع السلامة.